أسألك ميديا. سؤال بس كذا قبل ما أروح لمحمد المعص وأطلق العنان لخيالك. خلاص مركز مع بنومك مغناطيسيا أنا الحين، ها أبغاك تتخيل المشهد الرياضي الحين قدامك بكل اللي فيه، خذهم كذا جيبهم كذا قدام عينك، لو أنت مسؤول في اتحاد الإعلام الرياضي كم نسبة اللي يستحقون العقوبات لحالك؟ لا تطالع في حد ولا شيء، تخيل كذا بالحالك يا عيد الثقيل. 60%. 60%. أنت تشوف أنه 60% ذول تم تصويبهم وتقويمهم من اتحاد الإعلام الرياضي؟ لا. أوكي. موضوع الحكام أبو عبد الله، طبعا اتفق مع اخواني عيد ومحمد، لكن خليني اخذ موضوع الحكام من زاوية مختلفة شوية.